بالنسبه للمنتخب ديال الكرواتي يورانوفيتش يضغط عليه سفيان بوفال. اليوم اللي عجبني هذه الكتله الدفاعي على انطلاقه من حكيمي في عرضيه مرت على الديانسيري ولا زالت مغربيه. يحيى عطيه الله يرفع لازالت يا بوفال الباص لسليمه ملاح والصافره تنسبك يا سليم حكيمي سبق محمد الله ينتظر وينادي كذلك لكن نريد ان ندخل بلجيكا بمعنويات عاليه. بوفال في الاستلام بوفال بوفال ونزلت مغربيه مصراوي صار مودريتش يبحث عن الحل الجهه اليمنى دي خطيره عرضيه طلع الكره طلع كره مرت سلامات نتمنى تمر هذه سلامات العرضيه بونو خطيره مرابط يا بوفال الباص لسليمه ملاح والصافره تنسبك الى الدوزي يهوي الهدف لتمام يد المانيا مثلا بونيتش يسعد هذه التنفيذ يرفع للقائم الاول لا زالت صعبه يلا يا بونو 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 بقي على الخط علينا في الوصول لتدويب كل هذه الفوارق ست دقائق محمد ضايع اوه ست دقائق ست دقائق اعتقد اصابه المصراوي هي التي اخذت من معرض الميدان توصل يحيى 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 زبزولي كرة يا اندريس كرة في وسط الميدان توصل هناك على جهة اليسرى لا زالت كرواتيا في صافرة داخل منطقة المقطوعة صفر صفر وانهيار